السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا ثالث؟ اليوم إن شاء الله وصلنا عند أكتبه صفحة 54، صفحة 54. طيب أكتبه أملأ الفراغ ب، خليني أكتب لكم إياه هون. هلأ يا ثالث أخذناها سابقا اللي هي أنواع الهمزات وكتبناهم على دفتر القواعد. أنواع الهمزات هاي منسميها أول إشي على نبرة وتكتب في وسط الكلمة. طيب خلينا راجعكم بأنواع الهمزات. أنواع الهمزات حكينا في أول الكلمة، وعندي في وسط الكلمة، وعندي في آخر الكلمة. تكتب الهمزات يا إما في أول الكلمة اللي هي همزة القطع وهمزة الوصل، وعندي تكتب في وسط الكلمة اللي هي بتكتب على نبرة، بنسميها هاي على نبرة اللي هي بتكون بالصحن، تكتب على واو، وتكتب على ألف، وتكتب على سطر، وفي عندي في آخر الكلمة اللي هي متطرفة اللي منفردة اللي تكتب على سطر. تمام. طيب إحنا مدام السؤال حددنا على نبرة، هلا في عندنا قواعد عشان تكتب الهمزة على نبرة. تكتب الهمزة على نبرة إذا كانت مكسورة، هي نفسها حركتها الكسرة، وما قبلها ساكن. تكتب الهمزة على نبرة إذا كانت هي مكسورة وما قبلها ساكن، وما قبلها ساكن، أو ضمة أو فتحة أو كسرة. إذا نكتب الهمزة على نبرة إذا كانت مكسورة وما قبلها ساكن أو مضموم أو فتحة، يعني مهما كانت حركتها نكتبها على نبرة إذا كانت هي، إذا الهمزة مكسورة وحرف اللي قبلها أي كانت حركته نكتبها على نبرة. طيب اثنين، إذا كانت مسبوقة، هاي الهمزة مسبوقة بكسرة وهي بكسرة، إذا كانت مسبوقة بكسرة وهي نفسها الهمزة أي نوع حركتها كمان بنكتبها على نبرة، لأنه إن شاء الله في الصف يعني الرابع أو إن شاء الله خلال الفصل هذا رح ناخذ كمان أقوى الحركات، لأنه الكسرة هي من أقوى الحركات وهي تقابلها، لأنه اللي على نبرة هون الكسرة الواو تكتب على واو ضمة وهون على فتحة. طيب السؤال عندي أملأ الفراغ غبية، إذا حكينا هاي نبرة في وسط الهمزة على نبرة، ثم أقرأ. يحقق الغذاء فوائد للجسم. فوائد، الفض معي، فوائد. ايش بتلاحظ؟ ايش؟ انها هي مكسورة وقبلها حرف ايش؟ ساكن، لانه هاي الحرف المد اللي هو ساكن، اذا كتبت عشان هيك كتبت على نبرة، هذا السبب، لانها مكسورة وما قبلها ساكن. ب، يتناول أفراد العائلة تي، عائلة تي لنفس السبب لأنها هي مكسورة وما قبلها ساكن. جيم، يشرف القائد، هاي كمان مكسورة، القائد على تطبيق النظام. وضعت الأم الطعام على المائدة تي، المائدة تي. طيب خلينا نشوف إذا موجود بالدرس. هاي في عندي غذائية، هاي
هاي كتبت على نبرة، هاي عندي فوائد أيضا كتبت على نبرة. طيب سؤال اثنين، أضع خطا تحت الكلمة المنونة. المنونة يعني إيش؟ تنوين، يعني تنوين سواء فتح أو ضم أو كسر، وخطين تحت الكلمة التي تنتهي بنون ساكنة. ألف حسام، انتهت هون بإيش؟ تنوين ولا نون؟ بالتنوين، إذن حسام، هاي بدي أضع خط حسام من، انتهت بنون ساكنة معناته هون خطين. أصدقائي المخلصين، هاي عندي نون، انتهت الكلمة بنون. ب قرأت كتابا، كتابا انتهت بتنوين، هاي بدي أضع خط عن خطين. أصناف الطعام. تمام. طيب سؤال رقم ثلاث، أضع نقطتي رأسيتين في الفراغ ثم أقرأ. قالت الأم، طبعا هاي علامة الترقيم اللي هي نقطتين الرأسيتين تأتي بعد القول، تأتي بعد القول. قالت الأم، هاي علامتين نقطتين رأسيتين، كل نوع من الطعام له فوائده. ب قال الأب، علينا أن نحرص على تناول الغذاء المتوازن. طيب هون طبعا اللي هي الكتابة بخط جميل، كتابة بخط جميل. طيب رح ننتقل لأحفظ في عندي آية من القرآن، آية اللي هي في سورة المؤمنين، وفي عندي حديث نبوي. هون آية، هون عندي حديث نبوي. طيب خلينا نشوف الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هون حفظ زائد نسخ، تنسخوا لي إياهم على الدفتر. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعلمون عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الحديث من حديث الله سبحانه وتعالى، كلوا من الطيبات واعملوا الأعمال الصالحة إني بما تعملون، الله سبحانه وتعالى عليم بما يعملون. الحديث النبوي الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الأطفال حين كان يتناول الطعام، يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام أي بمعنى الطفل، صح؟ لازم لما نجلس حتى نتناول وجبة أو الأكل اللي هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لو نسيت في أول الطعام تقوله في أثناء أكلك طعام، لأنه حتى لا يأكل معك الشيطان. لازم نسمي بالله تعالى. وكل بيمينك أي باليد اليمنى، لازم ما ناكل بإيدنا الشمال، لازم ناكل باليد اليمنى. وكل مما يليك اللي هو كل ما يليك، أي اللي إيش؟ بجانبك، طيب جوارك. طيب إذا هون بننسخهم وبنحفظهم يا ثالث. طيب في عندي نشاط إذا بتحبوا أنتوا تحلوه، اللي هو بدك إيش؟ تظلل الحروف. في عندي حروف، هي لعبة وكتير حلوة، ماشي؟ طلعوا يا ثالث شو بتعملوا. أول شي بنقرأ، بنظلل، بناخذ مثلا، أنا رح أحل لكم بس أول واحدة، وظلل الحروف التي تكون الكلمات. الخبز مثلا، هاي بدي أشوف
هاي عندي أ ال خ ب زين الخبز، هاي ضللت خلص، ها ضللناها تمام. بتكمل الكلمات الثانية، الحليب، العسل، الفاكهة، الماء، البيض، الخضار. وبعد ما تضللهم بتكون جملة مفيدة من الحروف اللي ضلت تمام. وبتكتب لي اسمك هون، هاي الحروف اللي ضلت بتكتبها هون، بعدين بتكون لي جملة من الحروف اللي ضلت، وبتكتب اسمك من 4 مقاطع تمام. ويعطيكم ألف عافية.